الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي ذاك سود هذا برنامج ككبرة تفيجا إذا عدا قرنك جمهورية سوماليلاند وما دذني تربية إسلامية ها فصل لذا سيدات موضوع عنا كهل دون مانتا ووحدة ذا سيدات وحدة ذا اللحات بوجا أما جبتر كاللحات وها الحديث وحين كهل دونا حديث ككوبات حديثة تربية إسلامية فصل كسيدات موضوعنا إنه كهذا دون وحويان الحديث الأول نوح كهذا يا خمس من الفطرة أيو كهذا يا حديث كاس محيهين خمس من الفطرة أنت هنا خمس من الفطرة كهذا الوحين وكهذا دون هرتا الأحاديث محيتها بالتعريف رجود أو كصاب سن كلمة داس إنه حوير شرحنا ضمانتين وحين وذكرنا هنا أحاديث وحيتها أحاديث وجمع حديث حديثنا وهضل أما وكلام أحاديث مركل لغاية ضيام معنى ذا وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحنا معناها لجد هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ووحي النبي محمد لغا سوقوريي لغا سونقلي لغا ورييي عليه الصلاة والسلام وها وحي أكوها الله هذا الذي سيها أما وحي أسميه فعل الذي سيها إيا وحي تقارير تقرير كمعنيه سوحويان صحابة نبي عليه الصلاة والسلام باسميي أما هذا البيلة هذين نبي قنا وقعد عليه الصلاة والسلام كدبنا موسى إنكرين هديو إنكرا دي دينتا كمن ماح لكن هديو إنكرا ويا للا وتقارير أما وتقرير وقسم كمذا حديث حديث انتا سنوقد بدونا أي نكسو قد وانو موضوع عنا عصوب أما حديث كينا كوبات إنو كهدي دونا إيوان كانوا حوايان خمس من الفطرة أي خمس خصال من الفطرة شن صفة أما شن وناكسن أو كم ذها أبوريست إلهي سبحانه وتعالى قفك بن آدم كوك أبوري معناه حوايا شن تن حديث كاللغو ترين دونه ميد كستو أو كم ذها طبيعة بن آدم كأيا كينيسا قفك إنو كسفوب إيادو أن دين تن لغا قاضنين أن حديث كرسول كأي آيات كقرآن كان لغا قاضنين أي طبيعة بشري جيهي بن آدم كإلهي وكو أبوري أي كينيسا إنو سمعي عشر كانو حكاكو منان دونا شن قيبط قيبت كوباد وحين كوهد دونا حديث كرسولك عليه الصلاة والسلام إنه معنين ولقد إنه كترجم قيبت لباد وحين كوهد دونا معاني ذا كلمات كغريب كتيرة حديثك قيب صدا حاضو حين كوهد إن سحابك حديث كورينا يا أما راوغ حديث كورينا يا وأبو هريرة إنه حقا يا تعريفه وكصاب سن استقنا إنه شاب حديث كمعنيه سجود إجمالك هنا يدنا ونتمام دونا أخيرا حديث كمحين كف إذي سننا المستفادات والإرشادات من الحديث بين وينك هذا قيبت كوباد كسلو أرضيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر متفق عليه معني سوامحي أبي هريرة وحكوري نبي عليه الصلاة والسلام وأكمقني الرسول كإسقالي خمس من الفطرة شنبا كم ذها أبو رستا عليه شن صفا وحي كم ذهين أبو رستا على أي كم فطرة كوبات قفك بني آدم كوكسف ووحوين الاستعداد استعداد وحليل هذا شعيرة والإسكحيرة أما اتماها عورضة كصبح والحيلة للا قضب كلابات قفك بني آدم كوكسف يسان وحوين الختان ختان كو قدنينك وإسايا قدنون فرعوني إيا السنية وحلوقة قيبية أما حلالين تإلمها يرلا حلالين هيا وقص الشارب وفطرة صدحات إني الشارب هذا اللقابيو
شاروبada xalqi lagu sameyn mahayo lama xiirahayo laakiin waa la gaabinayaa ila had ممكن أي تهيئة دبنت صار مقطع يا لجابنا يا إن لحرو حلق لجوس ما هي كمد ما في ترضي لله إن لبحيو أول سيدا وسيدا دون لجاي أنا معه قطب كأفراد في ترضى كم ذي حديث كلوش يا جاي النبي عليه الصلاة والسلام وش يا جاي حوالي نطف الإبتي تماها كصباح كل كلاذا إن لتفو معناه إن لسيب أول جرو يا جل ما حير يا لكن ولا جرو يا جمعها يا الوجرا يا هذين لحير لفت ذا بعض العلماء بكرهية كتل ما مايا قضب كشان هذا حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام وكش هو تقليم الأظافر تقليم الأظافر معناه عديها إن لسكجر عديها أو لسكجر عينا وشيء من الفطرة صفات كشان تاعها عمت المامي كشان تحديث كلوت المامي يذو أن دين تلقى قاضن أي قفك بن آدم كه طبيعة دي سو إلهك أبورة خلقها أصلها أي كنيسة إنه كسفه بصفاتك أنت هذين كوجد من الحديث كمعنيز وحين وجد بين معان الكلمات للحديث كلمات كقريب كحديث ككوجرة إن نترجم ما هي الفطرة فطرة محل غضب معناها فطرة محيطه فطرة وحلي إذا ما جبل عليه الإنسان في أصل الخلق ووحى إله قفك أوكو أبوري أبور كيس أصل كها أيو كطبيعي أوكو أبوري الصغن لو شيجن والدين لو شيجن أي سفديسة بين آدم نمذ إله وكو أبوري أيا كيني سئنو كسفو وحسل إلى الفطرة وفطرة الله التي فطر الناس عليها ذوي قضب كلابات حديثك إنو فصيرنا وحوين الختان ما معنى الختان ختان كوحالي بلغة صومان لغير ذا وقدنينك أما وحلالين وقطع قلفة الذكر وإلمها يرؤ بريض لغا قويوي قوين تبريض لغا قوين هيا الإسلام كوحالي لغير ذا أما حديثك لغوش هيا الختان كلمة صدحات إن حديثك فصيرنا والاستعداد ما معنى الاستعداد بلغة الصومالية استعداد وحلي لذا شعر ذا الاسكحيرو معنى تمها كصبحة عورضة هريرة هذا أما حول القبول والدبر أو الاسكحير أي ليلة ذا إيضنا ونوع من الفطرة كلمة أفراد حديثك أي نشيك دونوا محي معنى هسا وكلمة نطف الإبطي نطف الإبطي صومالي وحيكوتا هاي إن لحيرو أمل الزوليو تمها كوية لك الكشة أي إزالة شعر الإبط عن طريق النطف تماها كالكلا ذا كويا إلا إلا الزوليو إياه وضاد الله مريا أي تهي إلا التفوء وقام أهل إسكاقرة أي ناهين إلا قحير منقص إياه وحلا مضى معاني ذا كلمات كإنو قترى أفرطة سوية وحين أوجد بدون نقطة صدحات إدرسيها وآها تعريف الراوي وحير كبر السحابي قال لي هذا أبي هريرة أبي هريرة ما حد كتقانا من هو أبو هريرة متى أسلم وماذا اسمه محوها أبو هريرة قرمو إسلامي دور كيس وقبنا إنتو دينتو كتري أبو هريرة أوقات محيحان أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن ابن صخر الدوس عبد الرحمن ابن صخر الدوس معني سوى محي واسمه أبي هريرة أبي هريرة اسمه سوحل إلى عبد الرحمن ابن صخر الدوس اسمه سوى مختلف معاني بضن أما اسماء بضن بالسكو خلافي لكن المشهور أنه كان أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر هذا هو القول الراجح كن يدي سمرك هو أبو هريرة سؤال شماشة قطة الأرض وحوين أبو هريرة محا أبو هريرة لو قبحيه وإيش لأ أبو هريرة معناه ضوام حي وبصدع أبهد أبو هريرة محا لو قبحيه اسمه عبد الرحمن بن صخر بوهاي محا كن يدا لو قبحي أبو هريرة إنك استوى الله يا بكلمة كنية إن الصومالان سكوي ديسا أبو كنية معناه ضوام مقع كوب اللوضة أبو أما أم أما ابن أما بنت أيال إذا أصلا لغة العربية كنية أنا ما لها الصومالي ومراها ترجمة كلمة أسي كنية ذا أبي هريرة محلوق بحي أبي هريرة وحلوق بحيي لأنه عاد من المرعى بهرة يحملها أبي هريرة مالي مكسو اللاطي ماشا أي حوله أفوفان إصوى بسدير حمبارسن كدي مركي الأركي مقال كيسا أصوبة حيبا وحلوق بحيي أبو هريرة انت وقتها كده ما يسيدي نوحوها لقبك أبي هريرة أيوها هذين لقب كيس انت كوجد من أبي هريرة متى أسلم سؤال شلو ودينا ده حين أبو هريرة قرم إسلامي في التاريخ الهجري مركي الأولي قف كان قرم إسلامي تاريخ الهجري جاها أما بعثة الله بلا صدق قصة لين كرتها أما كذب أبو هريرة وحو إسلامي عام خيبر سنة 70 من الهجرة أبو هريرة وحو إسلامي سنة كي تضبط هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحي هيد السنة السابعة دقال كي خيبر ملمها أبدع هي أيوة أبو هريرة إسلامي بل ولب أبو هريرة سيدا وعدين الرواية دي سوحوا لها وحن إمد دقال كي خيبر ولما ذي وغنيمة دي صحابته لقفرت يهودي خيبر أي قيب سنيان لكن أبو هريرة ولا قيب قلي لماذا؟ لأنه كان من المؤلفة قلوبهم أبو هريرة وحكو تريدات كي قلوب تودا لسولوين إسلام من الجلعسين أي دي أن غنيمة دي سوى دار كي قيب قلي بوحلق سيئ
مركا في السنة السابعة من الهجرة أي إسلام السنة كي تضبات هجرة النبي أي إسلام عليه السلام. أبو هريرة كان من أصحاب الصفة وحيالها أبو هريرة يقان وحوها أصحاب تلو يقان أصحاب الصفة. أصحاب الصفة معناها محي وطلبة العلم كصحابة ومسجد كان لازمي قرآن كان أخري جري يا أحاديث أن حفظيان معنى تفرقوا لحفظ القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة سيوحى أبحين أن حفظيان قرآن كريم كي سنة النبي لأنه حال أورنجري لقب كوضا أصحاب الصفة أما تلاميذي صفة أي الأورنجري. أبو هريرة حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. أبو هريرة نبي روحه كحباري أما أكسو قاضي وكوري علم أطبضا بوري بل علم أبو هريرة وريوح لذا قف كوري صحابة النبي كمجرى عليه الصلاة والسلام. لماذا أبو هريرة سؤال شاسودين سوحويا في السنة السابعة أي إسلامي أيها طلاب أبو هريرة سنة السابعة عدو إسلامي نبي عليه الصلاة والسلام كم بقي معه إما سنة أبو هريرة نبي قالت شوي أبو هريرة نبي مركب وحولت شوي إلى ثلاث سنوات وبدعة أشهر سادة سنة يطور بلوبة أبو هريرة نبي قالت شوي هل شوي هذا مع ذلك وحو النقضية أكثر الصحابة رواية عن النبي. لماذا أبو هريرة أكون نقضية أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيب عن هذه السؤال واسأل نفسك لماذا أبو هريرة محمد قال لابد أن جواب بينك كجواب دونها. أبو هريرة إنه نقضي قفكي أوجه الرئي صحابة الرواية النبيه لبص صوب لها ولملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة وح لازم النبي محمد عليه السلام مددها صدح رصني الله كبر هذه النبي قلت له أفرض سنة حبيك يرتاح. أبو هريرة كان يلزم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال في السفر وفي غير السفر حالات كالصوني بكوتشي يقول شوك النبي إيه ولدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ صدق الرسول كأبا هريرة ودعي وحونا ودعي إنه إلهي سبحانه وتعالى أفضي ذي حفظك. لذا أبا هريرة حفظ النبي مركي لقدتها جهد يدذال بذنبه بحي أبا هريرة لفتيس وكحكينا في رواية البخاري بوحو ليهي صحابة لبقى بضبيهين قيب كم إذا وحي يكون مشغولين أمواشو ذي ورير أنصار ذي حولوه ذي يكون مشغولين قيبتها كلنا وحي يكون مشغولا في الصفقات إن يكون حولها وشقين ومهاجرين تي. لكن أنا وحنا النبي من لازم عليه الصلاة والسلام وعروشي سهدو بوح ذهل النبي لتاين النبي قلنا مالمها كم يذو أدعيي وحونا أدعي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة إن أحفظي إله أفضلي أبا هريرة لفتي السوح إليها بعد ذلك اليوم كنت أسمع وأحفظ ولا أنسى وحبان حفظين تيري وحن حفظين من إلا وتيري أبا هريرة حديث النبي كوريي إن السوق هذا كتبت سير كتبت السنة كسوغان مرويات كسوغان فقد بلغت مروياته كو أبا هريرة لقوري حديث وحي قالي 5374 حديثا شنكون صدح بقول أفرية ضباطا حديث بيقال وحديث أبا هريرة لقوري أبا هريرة وهي وين وغريب أن نصوشينا قضبك وحن أكثر الصحابة رواية للحديث لملازمته له ولدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ترجمة أبي هريرة أبا هريرة قرمو لنتي أبا هريرة قرمو لنتي ووقت يابو لنتي والسؤال شيء سويدين أيو هذين في السنة السابعة أي إسلامي أبا هريرة قرمو لنتي توفي أبو هريرة سنة 57 من الهجرة أبا هريرة وحو قيريو ذي سنة كي تضبية كونتن كي هجرة ذا رضي الله عنه وأضاه انت سين أبا هريرة ترجمة ديسا أما تعريف كيسا وكوبا كي تيدونا سؤال شأن كي تغي أرضي وحوي أبا هريرة وحو أها صحابي وحفظ قبلنا صحابة صحابي وعلم قبلنا رواية كنبك الغوري لكن موسى نحن صحابي ومدد الإهراء بل وحن نشاقنا أفرسنا كي يرتهي مدد النبك أولا شوي وحادث ويديسا لماذا جوابتنا خريبا نصو شيقنا وددال كي بناء وبحيي أذيقان إنا سيدا وددال شأيا لغان ربا أرضيو سيئة ددك أغران تاضاها يقوى كاخر ريبا أدولا لأفتدويا أي نؤقذ من نقطة صدحات إي حديث كينا وأها معناها قود إي حديث كالمعنى الإجمالي ومعناها قود إي حديث كان أي نقاقا ذكرنا يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحو شيقا هيا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه مقلين النبي قوله خمس خصال من دين الإسلام شن صفة وحي كم ذيهن دين إسلامك أبا هريرة الشيء هي النبي كان مقلين شن صفة وحي كم ذيهن دين إسلامك وهذه الخمسة المذكور في الحديث من جملة النظافة شن تنصفة حديثك لغو الشيء وحي كمت لهي ضدوب كان نظافة التي أتى بها الإسلام تاسو إسلامك أولي يميت طبيعة بني آدم كنا إكيني سنوني
ما هي هذه الصفات وما هي هذه الخصال؟ ما حيت هاي صفات كاسي عمت الماما سمحية. أولها قطع قلفة الذكر المهير وبريد لقويوي التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ تاسو إني باقي أهاتو ميشا كسيتها لأي سبب يسو إني النجاسات كا يوسخ إسفول فولان وإستوكران فتحدث الأمراض والجروح. هذا وسخ ميشا كورتا محاكا لنس حنونا كدلنا بكتيريا يا جراثيم باكا لنس جراثيم تاسينا وحسميسا أمراض يا حنونو لغو خرج غريو لاعقا بضان سيدو كربوك باكا لنس. صفات اللبات صفات كحديث كلغو الشيغي جملة النظافة كمذيه وحلق الشعور وإن اتماه لحيرو أي شعر تماه لحيرو وتمه تمه لوش ضعو الحيرية يعنى حلق العانة وحل حيرة هي شعيرضة شعيرضة الإسكحيرة لقوضة والعانة هي الشعر عانة نواتمه لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث إن باقي هاتو مكانك أي كتل عورض أهل لودعي وحكاليا هي مد وصخ كانت وصخ لها سنة وليبة والنجاسات كإيمان هي لبضى محل وإيضا كسي فوبوي وربما أخلت بالطهارة الشرعية وحب لقيا بطهارة شرعية هيت إن يوحسو قارسيسو الطهارة دي كالنتو هذي طهارة للمناطوي طهارة وصول عضانا قفك عبادات كيسي بان أسحين هذي عبادات كيسو أسحي ويانا حرير كيسي إله ورها أي أسح نقوم واحد. هذه هي النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة أي حديث كالغوش هيقى أما صفة الصدحات أي حديث كان أينو كاقا ذكرنا فما هي هذه الصفة صفة سمحة هيتاي صفة سوى قص الشارب وإن الشوارب تلحيرو والرقو أي اسكحيران شارب قصي بيكو السبينين قصي معنى ذو من قصين وإن لقابيوي حلقي لغو مسامينيو وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا واتماها كسو بحا ديبينتا سارة دوشيضة لأن بقاؤه يكون فيه تلويث إنه باقي كؤة هذا في هذا المكان وحكيني كرا وصخ يقرن ومما يخرج من الأنف من الأذى سنك دريرها كإمانايا وصخ لوطا كاسي مركا أصمر الشارب تيام التميه ودير وصخ باكا لنا كرتا وصخ لها سنوحة نقنهسا مد قذر يحمان كيني كرتا أي نقنهسا يضانا إلا حراء أي شرعيها لقابي عفوا إلا قابية أي كم إذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لذا وحين وباقينا رجع شارب طلب حي إن شارب إسكا جابيان سنة النبي محمد أي كود أيضا سيدو كلا أي خلافان يهودا يا كريستان كإلنا يجا لقوا جاي خالف اليهود والنصارى بعيدا ما مرهيت. ما هي الصفة الرابعة للحديث؟ صفة أفراد الحديث كالقشيري وتقليم أظافر اليدين وإن عديها الإسكا جرون أظافر اليدين عديها جمعها هي والرجلين كوا الوه لبضب إن لجروي لماذا محل جرايا؟ لأنها يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها إن باقيها تهلك كسيتا لوحي السبب كرتا عديها هوسط وضع إن وسخ إسكو غورتو أي تجمع كسا ميسو إسكو تماده هلك عديها لبضى الغوض يلا بضى قمعد بكيالة وأيضا ربما منعت كمال طهارة وحلقيا بسيطو كري إن يديدو إن طهارة ذي قفكو لما يسترطو وقمعها يلقوبة وحي كمي ديهين أعضاضة ويسيدا مركي لويسيني إن لويسيستا أولم إلا أي واجب تاي. لذا هذه عديا هوصلة وصخكو ترتو يبيوه قاري ويان شرطي كم إذا شروطي وضع ماشا كم مقان والأورنج ري وعما يمنع وصول الماء بيها تركو إني قاران وح كم من عينها يوائنو سنصارين هذه مركا وصخي ماشا يكو ترت عديدة هوصلة حبين كاس معنى ذا حوين ميرغي سمور لما يسترمن حبين كم إذا حبناها واجب كايتها إن لما يرى هدو لما يسترمن ويو وضوغي سنة ويسداد ما أصحين هذه ويسداد أصحوا إذن صلادات منها أصحين لأنه وما حفاقت الطهارة ياته قفتها رديس وين سلاديس ما أصحيس وربما منعت كمال الطهارة طهارة لما يستير كذا إن جديد لك يا معنى لماذا؟ ولستريها بعض الفرض وحيقرين هيسا حب كيف فرضها إن لما إلى أي واجب تهي قيب كم بذها أي قرين هيسا نقطة أما الصفة الشنات حديث كالغشي يجب محيطها ونطف شعر الإبط تماها كصوبحة كالكلاضة إن لا تفوي نطف إن لغو السمايو الله قروي يعني لو لمن لهوي قفك استماه وقفك يتماه سكوية لن بسك قروي يدي والسنوضة يكمتها مدينة كمتها يوناها كمتها نسك قروي الذي يجلب بقاؤه الرائح الكريح تماها سماشين يكوية لنا وحي كيني كرتا أرحن وكريوه داد كل إبسالان بي كيني كرتا وحلقا بين الشير سميسوي فإنها تنطف ولا قروها يتماها ولا تفايو لسيبايا ولا تقص لما من قصينا يو قصي يقابل لغو سين مهيو ولا تحلق لما نحير حيو
حيرتان هي ما قسمين ده القصة ما هي لكن نطفي بالقصة ما يوقعنتها القرى يوي بل نطفوها أولى إن لقرى أيا أولاءها صفتها سنة ساسكا بحني أنا سكسوا تضمنوا أف شانتان صفين حديثك كسو الشيقلي دو بحان وبالجملة دو بحان فإزالة هذه الأشياء أشياء إن للزولي وماشا لقى صارو من محاسن الإسلام وحيكمت هاي وناق إسلامك وحيالها وناكسن إسلام كل يذبك متها الذي جاء بالنظافة والطهارة إسلامك سمرك ورب النظافة إيا طهارة اللي يميت وحنا ذي فينا والتأديب إيا وحينو إدبيو ووح تربية معنى التأديب والتربية إنو التربية وناكسن والتهذيب كسمي والتهذيب قفك إن له فو وأخلاق ذحون إيا صفاتك حنحون إيا لقاماتك وناكسن ورن لقى السفية ووح وناكسن لقى السفية ليكون المسلم على أحسن حال قفك مسلم كي يسوء النغض حالد ونكسن وأجمل صورة إيا قابك موقالهان وقرح بضان إنو نغض إنسان كان إنسان هي أديسو أي قرح بضان تهي ومقال كيسو وددك قنعناي فإن النظافة من الإيمان نظافة وحي كمتهي إيمانك إدين تؤتمد إساق أجلي بي كمتهي حديث كان محين كفادي سننا ما يشيد إليه الحديث معنى ما هي الأحكام التي تستفاد من هذا الحديث الأحكام التي تؤخذ التي يرشد إليها طالب كل طالب يتفكر في دقيقة أرضي كستايا وإنه فكره وإسويدية حديث كما حانك قادان كرنا وأحكامه نقطة الأولى إن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال دينك إسلامي قوح ليميت نظافة سيدوك لوح ليميت قروح سيدوك لوح ليميت أما يستر إنسانك أما يستر هيا وحكا سوء باهاية هاي جسد كيسا يا عقل كيسا يا مقال كيسا بين لقنا ما يستروا والنقطة الأولى التي نستفيد من الحديث والنقطة ذا كوبات إن حديثك كفى إذي سننوي النقطة الثانية التي نستفيد من الحديث ما هي إن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير أبورك إلهي أقفك أبوري أبورست إلهي قفك وحي ويليسا وحك استو خيرا وتبعد عن كل شر وحين كف وينيسا وحك استو حمانا وحك استو شر هنا وي كف وينيسا وحك استو خيرا هنا ويليسا فطرة إلهي بكينيسا إلهي سبحانه وتعالى قفك وكو طبيعي أي نفسيهان هدو أفكره وكين حيوي نقطة صدحات أن حديث كفى ذي سلامحي يتعلق بهذه الخصال الخمسة فوائد دينية ودنيوية خصال كان أما الصفات خصال كواشنت أن صوت إن خمس من الفطرة يا خصال وبدلني خصال يا صفات وأسكو معنا خصال كان حديث كالغوش يا أما تلمامها حديث كالغوش يا شنطة وحكوت على اللغة واللي جه لها فإذوين بضم فإذوين كلا دوان أو دينها يا ميد دنيوية الرماها دينتها يا ميد الرماها الدنيا ذا قفكو بعين منها محاكم ذا فإذوين كس ألف محاكم ذا فإذوين تحسين الهيئة هيئة ذا قفك إن لقرحيه وقفك هيئة ذيسا لقد ذاله إن نقطة هيئة قروح بضن ومقال كيسو ونكسيه لبا محاكم ذاها تنظيف البدن جد كيسا يجسدك قفك إلا النظيفيه وبدنك ونقطة بدن نظيفها وجسد كيسو ونظيفيه صدح محاكم ذاها وإذا نعكف ذا سكرت الاحتياط للطهارة إن لقد ذاله طهارة إني طهارة وكد ذال قفك إنسان كأها إلهي أبو ريب أفر وحكى له مخالفة شرائع الكفار قال ذا شرائع ذوضا إني نخلافنا قال ذا شرع ذوضا شرع وجمع شريعة شرع ذوضا يوحى إجديستين أي كل رقمان أي كدين ديان هيان إني نخلافنا وفائذوينك صفات كان شنطاها لغا فائذي سنهيوين أفر تاس أي نقص أورلنا وحين أنت أقول بنا النقطة الأخيرة وآها تدريباتك أما وحل هذا ليلة السيادة حديث كان أنسو قضا قيبتك وبعد حديثك وحوين أذوك سويدي محا صحها محا قضا جوابتا ما صحب عرض يوم الدين الإسلامي دين نظافة حدي صحتها صح بصاريسة حدي صحها هنا خلط بصاريسة الدين الإسلامي دين نظافة قيب كم ذانا كاقش قيه وقيب تهروي هذين قيب تما كاقتك دونا جوابتها سي وصح صدق وارتان الدين الإسلامي دين النظافة لبا يهتم الإسلام بتحسين الهيئة إسلام كوحو اهتمام سيا ودريال بضان سيا هيئة ذا قفك إن لقرحيو صح ولا لا جوابتها سينا وصحوي
الشارب هو شعر ينبت من الإبط. شاربت وحل إلى ذات تمها كصباحة هي الكلبة. إذا صح أو خطأ؟ خطأ وين جواب تحسن. أفر ترك تقليم الأظافر يضر الصحة. عديها أن لا إسكجرين وحكينا يا عافمات كانوا لبات سوغرسي. جواب تحسن وصحوين. يستحسن للمسلم ترك الاستعداد. قفك مسلم كوحا اوان اكسن انوسن اسكحيرين شعيرضا صح او خطأ؟ ليش ليه خطأ جواب تحسن. انت كهرلي سؤالها لبضا قيبوضو كري اذيقا ايا كشقي سنكرا ارضي او اذيقو كشقي انت وحي نكسو جوجين انا نكسو كوبي انا نكسو افميرينا حسديني كوبات وينو كهذلني حديث كم اذا حديث النبيقا حصدوا هل كان لوجتكتو كولان لبات انت ديسكوسون قرينو. والسلام عليكم ورحمة الله. Come on,